لوحات طبيعية ساحرة الجمال ارتسمت بها بحيرات القالة ذات الشهرة العالمية والمصنفة كمحمية طبيعية من قبل منظمة رمسار الدولية. 7 مناطق رطبة في مركب الماء الحظيرة الوطنية للقالة، و3 مناطق رطبة تحت تسيير محافظة الغابات لولاية الطرف. بحيرة تونغا تعتبر أكبر بحيرة على مستوى مركب الماء المناطق الرطبة للحظيرة الوطنية للقالة بمساحة تقدر ب 2600 هكتار. مساحة مائية مغرية، فإلى جانب سحرها الطبيعي تعرف تربية المائيات والصيد باستعمال الشباك المثبتة، خاصة بحيرة الملاح التي تمتزج مياهها العذبة بالبحر. الحوت هذا كي جينا يجي حوت رقيق، جينا من البحر، احنا من بعد كي يجي للبحر القرعة المالحة كي يكبر كي يعاود البحر يرجع للبحر، نلقوا لابياج هذه تاعنا نحكموه، كي نحكموه كي نديروا كونتيتي ملاحه نسوقوها للبيع. بحيره الملاح هي مستثمره مستثمر منذ 2006، هذا راجع للثروه السمكيه التي تسخر بها، على نخص بالذكر كل من اسماك البوري، سمك الميري، سمك الحنكاليس، بالاضافه الى قشريات او صدفيات مثل لابالورد لا ماتساكون. قيمه سياحيه وبيئيه تتيح فرصة استغلال خصائصها الحيوية وتطوير موارد للتنمية المحلية.